أمر آخر، هل هو 1701، هل هو تطمين إسرائيل بأن حزب الله صار بعيد عن الليطاني، هل هو اتفاق جديد؟ ما بعرف. إسرائيل تبالغ جدا بالتهويل، ولكن هذا تهويل معظمه إعلامي. وقت إسرائيل أولا إسرائيل بتعرف تماما أنه بدها تدفع ثمن كبير نتيجة حرب على لبنان، وهذا الشيء يعني إسرائيل بيخليها تكون حاسبة 1500 حساب لما بدها تعمل الحرب والمعركة ضد لبنان. وهذا التهويل تبع جالنت وغير جالنت ونتنياهو وغير نتنياهو، هذا بيبقى ضمن إطار التهويل وضمن إطار رفع السقف وضمن إطار إذا بدك شد العصب الداخلي. هيدا كله لما بنجي على الطاولة ولما بيصير في حكي مع إذا بدك المفادين يلي عم بتوسطوا بهذا الخصوص، وحزب الله فاتح علاقات مع هيدا الناس، أي لما بيصير في حكي في قواعد بتنحط والحرب ما منروح عليها. وبعتقد الإرادة الأمريكية والإرادة الغربية أنه ما يصير في حرب بلبنان، نحن إرادة إيران كمان أنه ما يكون في حرب على لبنان، ونحن اللبنانيين لازم نلاقي هذه الإرادة الدولية والإقليمية وما نجر نفسنا إلى حرب ومعركة بجنوب. طيب هلأ ألغينا البريك، ألغينا البريك كامل، أنا ما بقى في كتير وقت. طيب يعني اليوم عم بتقول أنه عم تدعي حزب الله إلى التجاوب مع هذه المبادرات الدولية التي تدعوه إلى التفاوض. مش أنا لا أدعو حزب الله إلى أنه يخضع للإملاءات ولا أنه يخضع للشروط الإسرائيلية. أنا عم بدعي حزب الله اليوم إلى التجاوب مع ما يجنب لبنان الانزلاق نحو حرب. طيب بس هو السيد طلع قال مش مستعدين ندفع ثمن الحرب، مش مستعدين، يعني مش ما بدنا ولا ما 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 مش رغبتنا، مش قادرين، ولبنان لا يحتمل انه يروح على حرب. طيب طلع الامين العام لحزب الله السيد نصر الله مؤخرا بخطابه الاخير وقال انه كمان هن، يعني بما معناه انه كمان هن بدون مصلحه لبنان، ولكن كل المفادين الدوليين يلي عم يجوا على لبنان عم بيبحثوا بمصلحة إسرائيل مش بمصلحة لبنان. يعني اليوم عندما يطالبون حزب الله بالانسحاب من الليطاني، عندما يطالبونه بسحب سلاحه الثقيل، عندما يطالبونه بسحب قوات الرضوان وإلى آخره، ما عم يطالبوا إسرائيل بأي شيء آخر حتى الانسحاب من الأراضي المحتلة اللبنانية. كرمل هيك اليوم أين يستقيم منطق الذهاب إلى مفاوضات غير متكافئة برأيك؟ لا، أولا المفاوضات بتكون متكافئة لأنه التهديد اللي بيمثله حزب الله لإسرائيل ولشمال إسرائيل وللمستوطنين بشمال إسرائيل هو غير سهل هذا التهديد، وفي تكافؤ اليوم وفي توازن اليوم. نحن صحيح عم نشوف غارات إسرائيلية عم تطال العمق اللبناني، ولكن بنفس الوقت في ضربات عم بتشن المقاومة كمان بالعمق الإسرائيلي وبمحلات عم بتوجع الإسرائيلي. لا قصدي بالمفاوضات، المفاوضات 1701، لكن المفاوضات ما بتصير بالإعلام، المفاوضات بتصير تحت الطاولة. الحزب مش نحن عم ندعيه لأنه يروح يدفع، نحن لما بيروح على تفاوض ليحمي لبنان نحن بنكون حده إلى جانبه ومعه. أنتوا عم تدعوا لتطبيق 1701؟ طبعا هو مع تطبيق 1701، الرئيس بري مع تطبيق 1701، وكل ونحن مش عم ندعيه له، هو لوحده ليطبق 1701. حطوا ضمانات، على حطوا شروط على إسرائيل وعلى الكيان يلي هو معتدي على لبنان يطبق 1701 بالتوازي مع تطبيق حزب الله. بس الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله مؤخرا بآخر خطاب كمان لقاله قال أنه أسهل تنقلوا النهر للجنوب من أنه تنقلوا حزب الله لشمال الليطاني، هيك بنكتة يعني. بس قاله لكن هلأ نحن كلنا مدركين يعني أنه مسألة 1701 انوجد بال 2006 يعني، وحزب الله بوقتها تحفظ عليه في الحكومة، تحفظ عليه بالحكومة، ولكن أنه التزمت فيه الحكومة اللبنانية وما طبق من 1701 أنه أوكي حزب الله ما عنده منشآت معلنة ومعتلمة بجنوب الليطاني، ولكن عنده وجود. بالنهاية اليوم في مسألة أنه أنت بدك يعني مثل ما أنت إذا بدك تشيلي حماس من غزة بدك تشيلي غزة كلها سوا، وبدك تشيلي الشعب الفلسطيني من غزة، وكمان إذا بدك تشيلي حزب الله من الجنوب يعني من جنوب الليطاني يعني بدك تهجري الناس. ما حزب الله مين هو؟ هو شو؟ منو فصيل جاي على هيدي المنطقة من مكان آخر؟ هو ابن هيدي البيئة، والناس بدها تجي على بيوتها وعلى أراضيها، وهو هن الناس يلي هن عم بيقاوموا إسرائيل. يعني المقاومة كيف نشأت وحزب الله كيف نشأ؟ من ناس عم بتقاوم
وعم بتدافع عن أرضها بضيعة. لذلك اليوم الكلام عن سحب حزب الله بيعني سحب معدات ثقيلة، سحب منشآت كبيرة، ولكن ما فيك تسحب الناس. سحب سلاح ثقيل طبعا. وإسرائيل بهمها سحب الصواريخ. إسرائيل بهمها أنه ردي لنا يا حزب الله الصواريخ شوي لورا، حتى نحن نقول للمستوطنين ما بالآخر اليوم. وأنتم قصدي يعني أنتم اليوم دعوتكم حزب الله إلى تطبيق 1701 بما فيه نقل الصواريخ أنا إلى أنا اليوم مع تجنيب لبنان. أنا ماني عم بقول هلا، ما بدي أفوت بالتفاصيل. ما هو هي هي كل القصة تفاصيل. هي كل القصة أوكي، بس أنه التفاصيل ما بدي يعني. أنا إذا قلت أنا بدي هاي النقطة يمكن ينعمل نقطة تانية تحمي لبنان أكثر من هون. نحن الموضوع منه هالقد دقيق أنه أنا والله بدي أنه حزب الله يطبق 1701 ويتراجع جنوب. بس ما هي اللي وقف الحرب أستاذ جيمي، في مجموعة قصص بدهم يطبقوها، أكان حزب الله أو الإسرائيل. صح صح أوكي. طيب. نحن يعني إذا كنا نحن مع وقف الحرب ما بدنا نطبق. يعني نحن اليوم منا مع تجنيب لبنان، نحن اليوم مش مع تطبيق 1701. ليش هو 1701؟ الحكومة اللبنانية أعلنت أنها غير معنية فيه، تراجعت عن التزامها فيه. لذلك اليوم لبنان عم بيكرر التزامه بال 1701. الرئيس بري نحن أحرص من الرئيس بري على حزب الله وعلى جنوب وعلى المقاومة. الرئيس بري عم بيقول أنه أنا مع تطبيق 1701. لذلك فلتكن المباحثات من خلال الرئيس بري مع المفادين الدوليين، مع آموس ومع غيره، لحتى أنه نحن اليوم نحمي لبنان ونجنبه. بس اليوم إسرائيل لا تريد تطبيق 1701 كرمال هيك المعركة. إذا إسرائيل لا تريد تطبيق 1701 ولا تريد، علينا نحن أن نقول ما نريد. وعلى على على ضوء ذلك اليوم نحن إذا إسرائيل بدها تشن حرب بكل الأحوال على لبنان، نحن خلف حزب الله ومع الدفاع عن لبنان، ونحن ضد أي اعتداء على لبنان.